الرحيم. أحب الأول أقدم لحضراتكم على المنصة الذي كان يتحدث إليكم الأستاذ حسين الجمال أمين عام نقابة المحامين، يتلوه الأستاذ محمد كركاب عضو المجلس. أنا بقى بالترتيب اللي قاعد يعني، وبعد كده الأستاذ محمد نجيب عضو المجلس، الأستاذ أبو بكر الضوة أمين عام مساعد النقابة، والأستاذ عبد الحفيظ الروبي عضو المجلس. في موضوع مهم، أو هو في نظري مهم، أحب أن أتحدث به إليكم اليوم. صوت والله الرب يا سيد. حديثا صريحا بالتأكيد، حضراتكم بتخشوا على شبكات التواصل الاجتماعي وبتشوف ايه اللي حاصل دلوقتي من ناس بتنتسب الى المحاماة، لا تشوه المحاماة فقط وإنما هي تسقط المحاماة. هؤلاء الذين يجاوزون حدود الأدب ويستيسرون قلة الأدب يسقطون المحاماة. أنتوا داخلين على حقل للأسف في حشائش وفي صبار وفي أشواك. الأمل ان كنتوا مش تقتدوا بهؤلاء، الامل ان كنتوا تحطوا بذره جديده تعيد للمحاماه احترامها ورونقها وادبها. احنا هنحلف النهارده في اليمين احد الايتمز او المبادئ التي نقسمها في اليمين او نقسم عليها في اليمين هي المحافظه على تقاليد المحاماه. ما معنى تقاليد المحاماه؟ طبعا تقاليد المحاماة دي كتيرة جدا، بس انا عاوز اتكلم عن تقليد اساسي يقف على قمة جدول التقاليد. الادب، الادب، الادب. خلي بالكم، ادب اللغة وادب الكتابة وادب العبارة ده يدخل في فنون المحاماة، وليس هذا مقصدي الآن. أتكلم عن أدب الفعل وأدب القول وأدب السلوك، لأن المحامي إذا خرج عن هذا الأدب لم يصر محاميا، ومحال أن يكون محاميا. والذي يسب رموز المحاماة ما عادش احترمه، يعني حينما يشيع بين العامة عايزين نستعيد صورة المحاماة البراقة الجميلة وصورة المحامي في عيون الناس. طب هنستعيدها ازاي وناس افساد بيشتموا رموز المحاماة باقبح الالفاظ بابزأ الالفاظ؟ طب انت ازاي منتظر من الناس تحترمك وانت لا تحترم رمزك؟ وانت بتطالب الناس ازاي تعاملك بادب وانت غير مؤدب وانت متطاول وبذيء وقليل الأدب؟ باختصار كده وبوضوح، احنا مبتلين الآن بقلة الأدب. يعني على رأس تقاليد المحاماة نقول بقى أدب السلوك وأدب القول وأدب الخلق. النهارده انتوا بالصدفة من الصعيد، مش كده برضه؟ انتوا عندكم في الصعيد قد ايه يحترم الكبير، ولا انا غلطان؟ الكبير عندكم يجي الكل يقف، مش كده؟ الكل يقف، الكبير يتكلم الكل يسمع، ولا تتخذ الاسره ولا القبيله قرارا الا بالرجوع الى الكبير. انا من بحري، كنت في الصغر وفي جزء من الشباب اذهب في الاجازه الى القريه، وانا راجل في كليه الحقوق امر على ناس اكبر مني سنا قاعدين في الغيطان بياكلوا كيزان ذره مشوي او بيعملوا شاي واخدين استراحه.
هم يمكن أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، ولكن الأدب الذي تعلمناه، إذا كنت أنا لا مؤاخذة يعني راكب ركوبة ما عديش على حد أكبر مني وأنا راكب الركوبة، لازم أنزل قطعة بيصادفكم هذا في الصعيد، عيب مجرد أنك أنت معدي قدام واحد أكبر منك سنا تنزل من على الركوبة وتمشي. احنا تربينا على كده، بس انا شايف الدنيا ما عادتش كده والمحامين ما عادوش كده، شيء مفزع. انا النهارده مش بخاطبكم انتوا بس، انا بخاطب كافه محامي مصر، هذه رساله للجميع. بقت قله الادب صنع، بقت قله الادب تقليد. أحد الناس ولساني يعف عن ذكر اسمه قعد يغترف من أموال المحامين والنقابة في أقل من 4 سنوات في العهد الماضي 587,000 جنيه. ده غير اللي إيه من تحت الترابيزة وغير اللي من وراء الكواليس، وهو الآن يريد أن يكون زعيماً وعنواناً للمهنة وعنواناً للأخلاق، يقول يقل أدبه على الكبير وبعدين يشجع الفساد، يشجع الفساد يعني لا يتورع. إحدى النقابات الفرعية حصل فيها اختلاس 537,000 جنيه و587 من أموال النقابة العامة، وهذا الاختلاس محل إقرار من نقيب هذه النقابة الفرعية في خطابات موجهة إلي، ويلقي بالاختلاس على عبء غيره أو على كتف غيره، إنما هناك اختلاس، هناك اختلاس. وأعطينا فرصة واثنين وثلاثة للسداد كما فعلت نقابة شمال القاهرة، كانت حاجزة 730,000 جنيه مال عام من أموال النقابة العامة للمحامين، لما بعت تاني يوم حول المبلغ. إنما هذه النقابة الفرعية الأخرى قالت بقى أنا ما عنديش عشان أحول، ده المبالغ اختلست، ندي فرصة واثنين وثلاثة، ما فيش رد للفلوس. يتعمل ايه حضراتكم؟ لازم يتعمل بلاغ للايه؟ للنيابه العامه، نيابه الاموال العامه، لان هذه الاموال اموال عامه، اموال عامه. يوم يحدث شيء غريب جدا، بلغش جاري تحقيقه وتحقيق الناس اللي مسؤوله اللي هم سرقوا بعض، يعني دي مسائل ثابته في اوراق وفي تسجيلات فيديو، مسرقين بعض جوه المجلس، جوه مجلس النقابة الفرعية، ده بيسرق ده وده بيسرق ده، لازم البلاغ يروح، البلاغ راح وغير تحقيقه. واحنا طبعا كنقابة عامة رحنا قافلين نظام التصديق على العقود اللي هم اغترفوا منه المال العام الخاص بالنقابة العامة، ما عادش لهم بقى ايه الباب اللي عمالين يغرفوا منه. يوم يعملوا ايه؟ يبتدعوا نظام موازي خلافا للتقاليد والقانون والاصول، ويعملوا هم تصديق عقود، مما اضطرني ان انا الجا الى وزير العدل. لا انا هقول كل حاجه اتكلم، ما انت شكلك عاوز توطي تقول، انا هقول لازم كل مصر كلها تعرف والزملاء كلهم يعرفوا. انا مش جاي عشان انصاع، انا جاي عشان اصلح، يا حصلح يمشي، انا مش جاي اتعايق. فحضراتكم عملوا نظام موازي وبداوا يصدقوا على العقود بلا رقابه ماليه وباختام مزوره، حذرت مره واثنين ان هذا تزوير في محررات رسميه
واستيلاء على مال عام بغير حق. وحذرت المحامين اللي بيروحوا يصدقوا عندهم انك انت هتبقى شريك بالاتفاق والمساعدة لهؤلاء الذين يرتكبون هذه الجرائم، والدنيا ماشية برضه. فأنا رحت الوزير العدل بعد ما قدمنا خطاب للشهر العقاري لإلغاء الأختام المزورة اللي شغالين بها، ووزير العدل بعد لا يطلع قرار من وزير العدل أو من وزارة العدل بإلغاء الأختام وبوقف هذه المأزمة. دي الأرضية اللي موجودة في القصة ده، أنا هحكيها لكم قصة. يجيني شكوى من محامي يقول لي فيها ان هو سدد هذه النقابة الفرعية 7100 جنيه للتصديق على عقد اشهار ارث وبيع، وانه استوجه الى الشهر العقاري استكمال التصديق والتوثيق، فوجئ بان الاختام ملغاه بقرار وزارة العدل. يعمل ايه؟ رجع للنقابة الفرعية قال لهم انا ما امكنش التسجيل عشان كذا، رجعوا لي فلوسي. ما رجعوش الفلوس، فاضطر يتقدم بشكوى الي يشكو فيها، هو متصور انني استطيع ان افعل له التصديق، مع ان الفلوس اصلا ما دخلتش النقابة العامة عشان افعل له تصديق، لا املكه ولا أستطيعه. فدي شكوى، وشكوى متصلة بالبلاغ الجاري تحقيقه في نيابة الأموال العامة العليا باختلاس 537,587 ولا 98 جنيه. ده من زيود الواقع. ومع ذلك أنا بمنتهى الأدب أرسلت في استدعاء النقيب الفرعي وأمين الصندوق باعتبارهم اللي هم مسؤولين عن الحدوتة دي، لسماع أقوالهم أمامي أنا مش أمام أحد الأعضاء. مجوش وبعتوا جواب صارخ. هي الجواب مش هقول مضمونة بي، أنا عارف أنا بقول إيه يا أستاذ الفصيح. لازم يعرفوا هم داخلين على إيه، ولازم مصر كلها تعرف أنا بواجه إيه، ولازم باقي المحامين الشرفاء يعرفوا أنا بقاتل مين ومن أجل إيه. وعشان كده بكلمكم عن تقارير المحاماة الأدب. ليه؟ لأن اللي بواجهه قلة أدب، قلة أدب. دي محاماة، ده أدب، يوم يردوا بجواب مليء بالسباب والموجه إلى النقيب ومليء بالمغالطات والمخالفات للقانون وإمعان في الغي، وعاملين عليه حفلة على مواقع التواصل الاجتماعي، ودخل الأستاذ اللي هبش هبش واغترف 587,000 جنيه من أموال المحامين والنقابة في أقل من 4 سنوات غير اللي من وراء الكواليس واللي من تحت الترابيزة، داخل يصفق لهم، بيصفق لهم في هذا التعدي الصارخ وهذا الاغتيال للمال العام وهذا التعدي على النقابة العامة. ده أدب ملوش وصف عندي إلا أنه قلة أدب. أنا طبعا بقالي شهور بواجه قلة الأدب بالأدب، وبواجه الشروط بالقانون، إنما طفح الكيل، طفح الكيل. حضرتك في حاجه في المدارس اسمها الاستفزاز لمقاومه صح الشر صح. ايوه صح. ده مش تيئيس. حد منكم يأس وانا بقول الكلام ده؟ حد يأس؟ الانطباع اللي عندكم يأس ولا انتوا استنفرتوا علشان تحاربوا عن نقابتكم ومهنتكم؟ عندي حكايات كتيرة خالص. ولغ برضو من قلة الأدب أي حد يقترب من النقيب
يقوموا ايه يعملوا له كارت ارهاب، كارت ارهاب، يقولوا انت رحت للنقيب سقاك بقى شاي وينسون وسقاك حاجه صفرة، يقوم يخلوا الايه الشخص يعني يتارجح. وهم بيهددوه بايه؟ بيعايروه ان هو راح للنقيب. امال يروح لمين؟ هرجع بقى للموضوع اللي عاوز اكلمكم فيه بغض النظر عن الامثله، لان الامثله كثيره جدا. انا اردت بس اديكم تحصين تطعيم قبل ما تفاجئوا حينما تدخلون محراب المحاماه بالتقاليد المهدره. احنا بنعمل دلوقتي مدونه السلوك، مدونه السلوك، لان المحاماه ما هياش كده، ولا دي المحاماه. المحاماه ادب، ادب السلوك قبل ادب العباره والصياغه واللغه. مش ممكن يبقى في محاماه تفتقر الادب، مش ممكن. ولا في محاماه تحترم اذا كان هناك فريق من المحامين لا يحترم الادب ويسلك في سلوكه طريق منحرف يفارق به الادب، ادب الفعل وادب القول وادب السلوك. بنقف قدام محاكم عشان تعرفوا صله ده بممارستنا للمهنه. حينما ينطبع هذا في ذهن الكافه ان هؤلاء هم المحامون وهذا هو دستورهم في التعامل، لا تنتظر من القاضي او من عضو النيابه ان يحترمك، لا تنتظر هذا. هيحترمك ازاي وانت بتتطاول البعيد وبتقل ادبك البعيد على الرمز بتاعك؟ ازاي يحترمك؟ فتظهر في نظري احد الحاجات التي ندعو اليها استعادة الصورة البراقة للمحامي في عيون الناس وفي عيون المجتمع. انا المجتمع يحترمني مش عشان انا بقول انا جعيس وانا جدع، لا، عشان انا سلوكي سلوك مؤدب، عباراتي والفاظي عبارات مؤدبة. في قاعدة تقول من يملك الحجة والعلم لا يحتاج الى السبات، كده حطوها بعلقة في ودنكم. من يملك الحجة والعلم لا يحتاج الى السبات، حجته معاه والعلم معاه، يسب ليه ويشتم ليه؟ فاللي انا بقوله ده متصل ايضا باخص تقاليد المحاماة التي نحارب من اجلها لالزام الاخرين، المجتمع بعامة والهيئات والسلطات الخاصة التي نتعامل معها في محراب المحاماة، حتى نكتسب الاحترام الواجب علينا ان نطبق قيم وتقاليد المحاماة مع انفسنا قبل غيرنا. هتلاقوا في القسم كلام عن الشرف، طب ما هو الادب شرف، عدم الكذب شرف، عدم الرمي والقذف بالباطل شرف، عدم الافتراء شرف، احترام الاخرين شرف. انا عاوز اقول لكم زي ما علمونا برضو واحنا صغار، يقول لك اللي بيحترم بيحترم نفسه، بيحترم بيحترم نفسه ازاي؟ انت عندك البوصله وانا عندي البوصله، ممكن كلكم تحترموني لان كنتم مخدوعين فيا، بس انا عارف في قراره نفسي ان انا غير جدير بالاحترام ده، فلن يغنيني احترام الناس لاني عارف في داخلي انني غير محترم. عشان كده كان عباس العقاد يقول انني احرص على احترامي لنفسي قبل ان احرص على احترام الغير لي. وله أثيرة اخرى يقول فيها مكملة لهذه: اذا احبك الناس مخدوعين فلا تفرح. انت فرحان على ايه؟ ده هما مخدوعين بيحبوك ما
مخدوعين، وإذا كرهك الناس مخدوعين فلا تحزن. هتحزن ليه؟ ده هم مخدوعين كارهينك لأن هم مخدوعين ومش فاهمين حقك. ثم يكمل العقد فيقول: بعض الكراهات خير لك من بعض المحبات. أنا بكلمكم لأن كنت الأمل. إحنا استلمنا المحاماة من الأجيال السابقة وأعلامها مرفوعة، أعلامها مرفوعة. يعني أنا من نعومة أصفاري، مش عشان أبويا محامي، لا، من المشهد العام عشقت أن أكون محاميا. وأقول من أول يوم كده أنا هدخل كلية الحقوق عشان أبقى محامي. خلينا أبقى صريح معاكم وأعترف بأن الجيل بتاعنا سلمكم الرايات منكسة. لن نرفع الأعلام والرايات إلا إذا أدركنا أنها منكسة، وإلا إذا عرفنا طريق رفع الأعلام. هذه الأعلام ترفع ليس بالإدعاء، لا بالإدعاء البراعة ولا المهارة ولا الفن ولا، لا، الأعلام ترفع حينما يكون الممسكون بها أصحاب علم وأصحاب معرفة، وفوق العلم والمعرفة ذو أخلاق مهذبون مؤدبون في سلوكهم وفي أفعالهم وفي أقوالهم. حينما نكون كذلك سوف ترتفع رايات وأعلام المحاماة، وأملي فيكم أن ترتفع بكم رايات وأعلام المحاماة. عفوا إذا كنت يعني أفصحت عن بعض خوالي، ولكن الصدق مع النفس ومع الغير أعظم تقليد في المحاماة، وأعظم تقليد في الدين وفي الخلق وفي الفعل وفي السلوك. يغفر لي هذا أنني صادق مع نفسي وصادق معكم، ولست قلقا من أن تحبطوا مما قلت. لا، أنتم تعرفون ما قلت، تعرفونه، تخشوا على شبكات التواصل وبتشوف، إنما أنا بشحنكم ألا تستسلموا لهذا. ناهيك بأن تجاروه، المجاراة دي بقى قمة الإيه؟ قمة اليأس والإحباط والانحراف. إنما أنا لما أشوف قدامي المصائب المترتبة على هذا أنا أتشحن. الحكاية دي لها أمثلة كثيرة جدا في التاريخ. لو دخلنا في الدعوات، الذين تركوا الديانات القديمة وانضموا إلى الديانات الجديدة سواء المسيحية أو الإسلام أو اليهودية قبل أن تصير صهيونية، إنما دخلوا منجذبين إلى القيم وكارهين لما كانوا فيه. هذا الكره لما هم فيه هو الذي دفعهم إلى الرغبة في الترقي. حضراتكم، أنا في يمكن في السبعينات أو الستينات والسبعينات من القرن الماضي كنت مشغول بقضية تنظيم النسل وليس تحديد النسل. يعني ما حدش بيقول حدد الناس، لا، انما يعني التنظيم، لانه المكاثره ليست مكاثره بالعدد الرقم، وانما مكاثره بالعدد المشحون بالكفاءه وبالادب. فلقيت انا بتحرك في ذلك الوقت سواء لتسجيلات تلفزيونيه او لحديث اذاعيه انه ناس
متخوفة، وحتى شيوخ الأزهر متحسبين. وإنه اكتشفت برضو إن الكلمة المباشرة أقل تأثيراً من السلوك الذي يعطي القدوة من غير ما تطلب. خلوا بالكم المثل اللي أنا هحكي لكم فيه وهنتقل إلى حاجات أخرى. المثل ده كان من المصطفى عليه الصلاة والسلام ومن زوجه أم سلمة، وكان في الحديبية. وقصتها معروفة، أن المسلمون توجهوا من المدينة إلى مكة ناشدين زيارة البيت الحرام للاعتمار وليس للقتال، وخرجوا من المدينة محرمين وليس معهم أسلحة سوى السيوف في القرى اللي هو الغمد يعني. فقريش هاجت وماجت، وزي خش عليهم المسلمين رغم أنوفهم. فوقفوا خالد بن الوليد، ما كانش لسه أسلم، في عام الحديبية على حتة يقال لها كراع الغميم، ومعاه عكرمة ابن أبي جهل، وكلهما أسلم بعد هذا وحسن الإسلام. مش دي القضية برضو. المسلمون لم يجزعوا، ونزلت الآيات التي تقرر نظام الصلاة حينما تكون تحت ضغط الخطر اللي بيسموها اختصارا صلاة الخوف. ثم بدأت قريش ترسل مفادين منها للحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وطالت المحادثات. ودي قصة طويلة جدا، تلاقوها في مؤلفات وتلاقوني قايلها في كتاب السيرة النبوية في رحاب التنزيل، لغاية ما استقروا الرسول عليه الصلاة والسلام وسهيل بن عمرو موفد أو رسول قريش على أنهم الحرب ترفع بين الطرفين 10 أعوام، وإن المسلمين يرجعوا هذه السنة ويأتوا للاعتمار في العام القابل، فتخلي لهم قريش مكة ليدخلوا البيت الحرام ويتحركون كما يشير. باختصر لكم أن هذا هو ما انتهى إليه الخطوط العريضة للاتفاق الذي أزمع النبي عليه الصلاة والسلام أن يبرمه مع قريش. في قصة طويلة عن عمر بن الخطاب، سار وهاجة وماج، وفي مسلمين سارت وهاجت وماجت، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أنفذ وكتب الإيه؟ العهد. احترام العهد من الإيمان، احترام الكلمة من الإيمان. ليس رجلا من لا يحترم كلمته، وليس مؤمنا من لا يحترم كلمته. مهم، وقع الاتفاق. هخش بقى على الايه، المشهد اللي عاوز احكيه لكم. النبي عليه الصلاة والسلام امر المسلمين بان يحلقوا ويفكوا الاحرام. هو بيكلمهم كده وجها لوجه، ففوجئ لا أحد ينصاع ولا أحد ينفذ، فاشتد الأمر عليه، فدخل إلى عريشي حيث أم سلمة وقال لها هلك المسلمون، هلك المسلمون. قالت له لما يا رسول الله؟ قال لهم أمرته، قال لها أمرتهم بأن يقصروا ويحلقوا وجها لوجه فعصوا أمري. ست حكيمة، ولما يأنف النبي عليه الصلاة والسلام من أن يسمع لمشورتها قالت له اخرج إلى المسلمين ولا تكلمهم ولا تطلب منهم شيئا، وإنما اجلس لحلق رأسك، فإذا فعلت فسوف يفعلون.
اوعى تفوتكوا المشهد ده. يبقى اللي وصل لحل المشكله مش الطلب المباشر، الاقتداء بالنبي. طلع وقعد يحلق، المسلمين كلهم ايه؟ انصاعوا. ارجع بقى للامثله بتاعت الفن والسينما والتلفزيون. قلت لكم على المصاعب التي كانت تواجهني وانا ادعو لتنظيم الايه؟ الناس، وكيف ان الناس تقاوم هذه الدعوه المباشره. لغايه ما قيل لي يمكن في احدى الليالي، دخلت سينما كان اسمها سينما الجزيره في المنيل لانها جوه النيل، بتعرض فيلم اسمه ام العروسه. ام العروسه مثل فيه تحيه كاريوكا وعماد حمدي وسمير احمد ويوسف شعبان واخر. الفيلم ما فيهوش اي عباره وعظ او توجيه عن تحديد او تنظيم الناس، انما هو يروي قصه من الحياه. عماد حمدي الموظف اللي على قد حاله جاب عدد من الايه؟ الاولاد، حريص على تربيتهم احسن تربيه، ويبذل قصارى جهده وبيشيل من القوت بتاعه علشان يساعدهم على التعليم، زي ما عمل ابو محبوب مش عارف ايه في فيلم القاهره 30. عبد الدايم. ها؟ محبوب عبد الدايم. هو الاستاذ بكر عبد. محبوب عبد الدايم. محبوب عبد الدايم. ففي الـ 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 القصه دي بتقول لوحدها. بتقول لوحدها. آل الأمر بعماد حمدي الأب لهذا الأسطول، أسطول بقى عدد 7-8 إن ضاقت به السبل، ولما البنت انخطبت ما بقاش عارف يجهزها إزاي، وبيحكي الفيلم المشاكل الإيه؟ المادية اللي بتقابله، إلى أن اضطر يستلف مبلغ من الخزينة. ثم تعرضت الخزينة للتفتيش، وكان ابن منسى فهمي اسمه اسكندر منسى فهمي زميله في العمل، وراح في ليلة الفرح قال له انت عملت ايه؟ قال له اذا كنت جايين تقبضوا عليا خدوني بعد الفرح. قال له انت عملت كده ليه؟ قال له عشان اللي انت شايفه ده اعمل ايه؟ قال له عنه انا سددت لك المبلغ في الخزنة وغطيتك واكمل الفرح. الفيلم ده من غير ما اقول كلمه واحده عن تنظيم الناس، اي حد يشوفه يقتنع اقتناع حقيقي بان هو يحدد او ينظم الناس. في ناس مستغربه برضه، خليني اقول لكم بصراحه، اضيف لقانون المحاماه بالقانون الذي اعد بليل في سبتمبر عام 2019 ما يسمى أكاديمية المحاماة. أهلا وسهلا، لا اعتراض على أكاديمية المحاماة، إنما أنا قعدت بصيت في النص لقيته بيشترط لقيد المحامي إن هو يمضي السنتين في الأكاديمية، يعني ما تقدرش تتأيد إلا إذا ما مضيت سنتين في الأكاديمية. هنعيد قصة محبوب عبد الدايم، لأن مش كل خريج حقوق عنده القدرة المالية، ده في بعض الخريجين أهليهم حفيت على ما يتخرجوا، تقوم تفاجئه بأنه عشان يشتغل لازم يمر على الأكاديمية، يقعد له سنتين في القاهرة، هو جاي بقى من الصعيد وجاي من العريش وجاي من شرم الشيخ وجاي من اسكندرية وجاي من البحيرة المنوفية والغربية والشرقية، كلام عبث. طب القاعدة دي ليه؟ الناس بقى اللي هي يعني فاهمة الدنيا غلط قالت لك دي لعرقلة الدخول في نقابة المحامين. عرقلة الدخول في نقابة المحامين لأن المقبلين علينا كتار، فاحنا عاوزين ايه؟ نعرقل الدخول. قلت له هو دي الطريقة؟ ما أنت ممكن تعرقل واحد أكفى مني ومنك. قلت لهم أبو حنيفة والشافعي ومالك وابن حنبل لم يكونوا خريجي أزهر، وإنما هم أحد الفقهاء الكبار في تاريخ الإسلام، مش كده ولا إيه؟ إبراهيم الهلباوي
اعظم محامي في تاريخ مصر، في لغايه النهارده محط على اسمه في المانيا، ما كانش معاه شانس حقوق. تقوم انت عاوز وكان نقيب محامين اكتر من مره، سعد زغلول بدا المحاماه قبل ان يحصل على اجازه الحقوق، بعد كده خدها. طيب بتعرقل. طب انت هل انت اتخذت وسيله شرعيه؟ لا، الوسيله غير دستوريه. كلكم عارفين ان مبدا المساواه مبدا دستوري، فاذا خرج التشريع عن مبدا المساواه بقى غير دستوري. طب هو اللي طلع في النص ده هذا الشرط في مساواه ولا ما فيهوش؟ ما فيهوش مساواه. ليه؟ لانه بيخش النيابه العامه، النيابه الاداريه وقضايا الدوله والقضاء ومجلس الدوله برصاص حقوق، فانت لم تساويهم بهم. وقلت ايه؟ عشان تخش تبقى محامي لازم تقعد سنتين في الاكاديميه وتجتاز الدراسه في الاكاديميه. ده مخالف لمبدا المساواه الدستوري. واي دعوه هترفع على هذا هتبقى دعوه هتنتهي الى الحكم بعدم دستوريه ما جاء في النص بهذا الخصوص. انا ما استنيتش لان انا عارف انا بعمل ايه، اسند للدستور والعداله وعدم خراب البيوت، عداله وعدم خراب البيوت. فخدت القرار وارسلت الى رئيس الوزراء والى رئيس مجلس النواب خطاب شارح قلت فيه المبادئ، قلت لهم عدلوا النص، عدلوا النص وشيلوا منه الايه الشرط بتاع الالتحاق بالمحاماه يكون بعد اجتياز، لان الشرط ده غير دستوري. لكيت وكيت وكيت. وطبعا انا لم اعرض للاكاديميه ولا لغتها. طلعت بقى الايه الرؤوس تتهمني بان انا بلغي الاكاديميه. انا ما لغيتش الاكاديميه، انا بعت شرط مقتنع انا انه غير دستوري وغير عادل ويخرب بيوت، وبقولها كده على الملأ على جثتي ان يوضع هذا الشرط للقيد في المحاماه. والله على جثتي، على جثتي، انا ما بخافش من حد. والحقيقه رئيس الوزراء اعجبه المنطق اللي انا بعت بيه، فارسله الى رئيس مجلس النواب يقول له ادرس الكلام ده وبعت لي صوره للعلم. هذا جزء من تقاليد المحاماه. تقاليد المحاماه تمنعك من ان تتخذ موقعك النقابي للمصادره على حقوق الاخرين، بل بالعكس انت خادم للاخرين، ويجب ان تكرس قامتك ومكانتك وعلمك وخبرتك ومعارفك لخدمه ولصالح المحامي. مختصر ما اردت ان احملكم به، امامكم رساله كبيره يقف على راسها اعاده الادب الى المحاماه، ادب الفعل والقول والسلوك. ثم تعالوا بنا نحلف اليمين وقوفا ان شاء الله. انا عاوز بقى القاعه ترتج كده وانتم بتحلفوا اليمين ويبقى طالع من قلبكم، يعني كل كلمه تتاملوها لان لها معنى. اقسم بالله العظيم، تاني اقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال، وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وعلى تقاليدها، وأن أحترم الدستور والقانون. صادق التهاني بعهدكم الجديد في المحاماة.